جلد. برايم تايم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة متاع الصباح مع فتحي حورابي وسفيان بن فرحات على راديو ميد. برايم تايم. سبعة واحدة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم من جديد. نعود وصبح عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا على موجات راديو ميد. هذا موعدكم اليومي من برايم تايم، لقيت هذي كما تعودت يوميا. ننطلق على بركة الله في متابعة آخر الأخبار والمستجدات، ومازال أكيد الحديث دائما سياسي بامتياز في تونس، ومازال ردود الأفعال حول بطبيعة الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد وعلى تركيبة هذه الهيئة، خاصة بعد صدور بطبيعة الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة هذه اللجان، وأيضا زادة كيف حاول زادة مرسوم الاستفتاء، واليوم شنية الضمانات نجم تكون لإجراء استفتاء يضمن بطبيعة تصويت على دستور يمثل دولة القانون. هات نبدأ بحكاية اللجنة وتركيبة اللجنة، لأنه ردود الأفعال مازالت متواصلة حول نشر المرسوم كما هو عليه، رغم الاعتراض ورغم المواقف بعض الأطراف اللي توجدت أسماها في هذه اللجان واللي عبرت عن رفضها المشاركة. وقت نلقاو الاتحاد البارح على لسان نطق رسمي باسم الاتحاد سامي الطهري، يقول الزج باسم الاتحاد أو أمينه العام في تركيبة اللجنة الاستشارية فيه استهانة وتحدي وكأنه نوع من التسخير. وثم اليوم اجتماع جديد للهيئة الإدارية للاتحاد، ربما لمزيد النظر باعتبار أنه الهيئة قعدت في حالة انعقاد دائم، واليوم اجتماع ثاني ربما باش يتناول المستجدات أيضا فيما يتعلق بتركيبة هذه اللجان. وإلا المرسوم هذا الكل عدد المرسوم عدد 30، نلقاو الناس بينهم الأساتذة القانون الدستوري اللي ساندوا رئيس الجمهورية واللي أكدوا في أنهم كانوا أطراف في صياغة حتى الأمر 117، سيد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري البارح في حوار على ديوان أفهم أحكي على المرسوم 30 هذا، ويقول أنه بعد صدور المرسوم عدى نهاية أسبوع حزينة، لأنه المرسوم هذايا ولا ما جاء في المرسوم مخالف لكل ما تم مناقشته وعلى الاتفاق الأخير اللي صار في محتوى ولا طريقة صياغة هذا المرسوم. خلنا نسمع شنو اللي قال وشنو كان مبرمج أنه معناه شكلا كيفاش يكون هذا المرسوم، نسمعه. أنا الحق نهاية الأسبوع ما عديتهاش باهية، نهاية الأسبوع اللي فاتت بديت نهار الجمعة بصدور المرسوم عدد 30. احنا مع سي صادق الحق خدمنا بريسك يوميا نمشي لتونس معناها، وخدمنا النص، وعلى أساس أنا بالنسبة لي النص حقه خرج ساعة قبل كل شيء لو 20 مارس، خاطر احنا عطينا كلمة للناس وراهو الكوميسيون عندها سند قانوني اللي هو الأمر 117، بينما الاستشارة ما عندهاش حتى سند قانوني، والاستشارة خذت حظها شهرين ونصف، بينما لا كوميسيون معنى أخطر حاجة وأهم حاجة هي الصياغة. دونك أنا بالنسبة لي من 20 مارس بديت نقلق، بديت نقول علاش، خاطر أنا توا ثم جماعة ما تحبش لا كوميسيون تاع دوغول اللي اختارها دوغول باش حضرت عملت 3 شهور، التأخير هذايا ما عجبنيش، هذه الأولى. ثانيا كون جيتي أبلي بريزونتي أن بروجي مع سي صادق وسي محمد صالح ونخدموا ونشوفوا بدل زيد نقص طلع هبط، جو ماتوندي خاطر الرئيس بارك الله فيه في الأمر 117 70 ولا 80% خدمتنا احنا، 20% خدمته هو، على خاطر المرسوم اللي هبط ماهوش المرسوم اللي ناقشناه، يعني ثم تغييرات تم تغيير العنوان نتاع الواحد ما يقلقنيش، احنا حطيناها الهيئة الاستشارية، احترمنا الفصل 22 الهيئة الاستشارية للأصلاح، يحكي على الإصلاحات معناها الرئيس يحب دستور يحب جمهورية جديدة ميسيلش ما تقلقش هذيك ما تقلقش. أما مثلا التنصيص على المنظمات الوطنية بالاسم، تعرف تحب النص نتاعك ينجح راهو العمومية والتجريد، خلي مفتوح، لا تذكر لي الاتحاد الشغل، لا تذكر لي عمادة كلية الحقوق، لا تذكر لي الواش نذكروا فيهم، بعد نلقاو مشاكل ولقينا مشاكل، لقينا معناه اللي توقعته صار. سفيان، كلام أمين محفوظ معقول، وحتى المرسوم ربما اللي كانت معناها كان ربما والتفق عليه كان ربما معقول وكان نجم حتى يجنب رئيس الجمهورية الإشكال اللي حكى عليه، وهو فتح معناها ما تحددش الأشخاص شكون اللي يشاركوا في اللجان هذه، تخلي الباب مفتوح. وهذا يا سفيان ربما هو ربما معناها يخلي ولا يعطي الشرعية لبعض الناس اللي تتخوف من حقهم انه يتخوف، يقولك على هذاك علاش احنا نخافوا من كلمة
استشارية اللي هي توا مطروحة ومتخوفين منها برشا في نتائج هذه أعمال هذه اللجنة، اللي يقول لك في الأخر هي باش تكون في شكل تقارير، والتقارير هذه باش تتعطى لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية شوف يمشي بالنسخة المقدمة من هذا الدستور وإلا لا، رغم أنه البارح العميد صدق بالعيد يقول إذا غير رئيس الجمهورية الدستور اللي باش نعدوه سأكشف ذلك للعلن، لكن نتصور أنه الوقت يكون ربما متأخر شوية. علاش عدم الذهاب ربما في هذا الاتجاه والمحافظة على مرسوم كما تفهموا عليه، مش كان أفضل اليوم ينجم على الأقل ما خليناش في المشكل هذا سفيان يعيشينه؟ والله من عاش أولا من على الثانية أنا عمري ما نبني تحليلي على تصريح قانون سين. ثالثا أنا أجب أنه المسألة تكون كان في يد الحقوقيين بكل صلاح. حقوقيين مش قاعدين نعطيه لتون صراحة، يعني لو ثم مفكرين وثم جمعيين وثم ديسوسيو مثال من أكبر المفكرين اللي كان عندنا لا يلحموا مثال هشام جعيت، ثم حتى حقوقي يوصل مستوى هشام جعيت في تونس مثال فكريا وأشعاع الدولي وحتى في الجامعة وفي تكوين العباد. يعني ما نقدرش علاش أنا دستوري قد كاد على حقوقيين في المسائل الشكلية متفقين، وهذا اللي مشى فيها كما رجل وملاك باش يعرسوا يجب يمشي يعد الإشهاد يا موظف معناها حالة مدنية في بلدية. مش هو باش يدخل يقول له اما الخاتم اختاروا هكا والصبات هكا وكبوس العروسه هكايا وكيف باش تلم السور والعدسه، ما عندوش دخل. هو باش يعطي الامور التقنيه. هذا اللي مشى فيه سيد امين محفوظ يقول احنا خلي حبيبي انا اجب شو توا احنا شوف وين نجيب الحقوقيين ديما يتحركوا عملوا كي المسلمين اجيب لي زوج مسلمين متفقين على بسم الله الرحمن الرحيم ما نحن توا مليار ونص جيب لي زوج اكبر المفسرين سيدي طاهر بن عاشور وجيب ابن كثير وغيره قلهم بسم الله الرحمن الرحيم يجي نفسر لهم ما يتفقوش التأويل لغمونيتيك يسميه بون. دونك ولد انا اجب انه مسألة توحد بين حقوقيين فحسب، والمسألة يجب ان تشمل كذلك النخب التونسية، النخب فيها ديزانجينيور. عنا انجينيور خير من عامر الحرشاني لا يرحمه يتوفى، عنا خير من مختار العتيري لا يرحمه لبنان لينيت، خليت حاب نحكيه عنا كما تركي برومي انجينيور نوكليير دو الموند العرب يمكن مسلمون الله يرحمه. يعني ما اولا انا اجب انه مثلا كان عند قانونجيه. ثانيا كما نقول انا ثم كتاب ترجمته الامام الغزالي يحكي على هذوما الفقهاء كي يبداو يتعاركوا يقول يتغايلون كالتيوسي في الزاجبه يشكوا في بعضهم نهار كامل، ولهذا منهم يقول لك بنيك تقرا حقوقيين تونسي. لو انت مثال تقرا سنهوري تقرا بيردو تقرا ثماش حقوقي تونسي تقرا له البر ما ثماش، في حين انا هشام زايد مثال كتابه لا غراند ديسكورد او الفتنه الكبرى قعد عند جاليمار 30 سنه باش من بعد الا سيدي للثلاث باش باعوه، فهمتني؟ بعد 30 سنه. دونك المساله انا نراها هي منقوصه لانه صياغة الدساتير يجب ان تقتصر على القانونجيه فحسب. القانونجي مهم كما عدل الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية في إبرام الزواج، لكن مش باش يدخل ويقول له أنا نحب التاي وأنت تحب القهوة. مثال أنا نحب السهرية ونحب القهوة، ممكن مرتي ما تحبش مثال القهوة تحب التاي، أما نعيشهم بعض فهم كيفاه ما عندوش دخل. ثاني حاجة أنا حق عمري ما نبني تحليل على تصريح متاع شخص بالك، علاش خاطر احنا صحفيين ايش قاعدين نعملوا؟ التصريح متعدد طلع في البلانجي وهو فلان قال هو فلان، فهمت؟ اليوم انا كان بودي وانه بيان سور ثم اختلاف حول هذه المساله وانا معها الاختلاف، وثم ناس تقول احنا ضد وعندهم الحق، ولا يقول لك انا ماهيش صبيب مع اليدين، ولا يقول لك ثم يقول لك رئيس قيس سعيد لما نداوله في صياغه الدستور 2011 2014 لما نداوله في المجلس الوطني التاسيسي وعيط لهم خضر تعال نهضر هذاك اللي كان معناها كل كان ولا الغنوشي يبدا يقول له يقول كولي لا نقولوا كورونا عرفتوا كان هذاك يا اخي يقولوا انه منهم سعياد بن عاشور والسيد قيس سعيد رفضوا لانهم راهم استشاري فحسب وليس الزامي، خرجوا معلومه كما هكا. انا شخصيا مع الاختلاف خلي يختلفوا العباد، شو بدنا نخافوا الاختلاف؟ كان جينا كلنا ماشيين مع بعضنا واه هاو سوسيتي ولاني خلي يختلفوا، اتحاد الشغل يقول لك لا، والرابطة يقولوا لا اي، واتحاد المرأة يقولوا اي، واتحاد الفلاحين فيهم جزء يقولوا لا وجماعة يقولوا اي، وسلع داخل الرابطة وقاسم العباد، هذيك الديمقراطية، الناس كل تفكر كيف كيف، موجود سيبور، خلي يختلفوا، خلي يتصارعوا.
يبقى على مستوى العملي. تقولي انت بون الاختلاف معناها سي تان لوكس دوليس، نجمو نقعدو كيما في لاكولا نختلفو نختلفو في الاخر نخرجو باتفاق. سيب ليجيس دوبري ما قال شهير جدا، قال يفوت الاسكلاف والنظام الليبي، يقول لك الانسان الحر في ياسين. اي اما المراه والمتاك لي زيترونجي والعبيد ما كانوش داخلين في المنظومه الفورم نتاع روما والا لاكولا نتاع الجريك، فهمتني؟ قولي باش تعمل العمليه، انا نمشي معاك في هذا، وانه ثم اشكاليات تطرح. وانا شخصيا كذلك اللي قالوا مثال العميد البارح، العميد صادق بالعيد، شفت التدخل نتاعو وين قال في ترجة في التاسعة، قال دستور 2014 ما فيش كلمة واحدة على الاقتصاد. كان تشوف دستور الجمهورية الإيطالية مثال، لما لو تلاقين البارح في العيد كانوا تو يزيدوا علينا، تلاقين كانوا يخدموا عنا في تونس هما والمالطيه والاسبانيول والبرتغيز، كانوا عندنا احنا نقولوا ولاد اسبانيوليه ولاد الطليانيه، كنا نقولوا هكا عمرهم ما كانوا، كانوا بروليتاريا لسه معناها، والمالطيه كانوا يخدموا فهمتني بروتيه، حاسين حكايه طويله. اما حضرت يعني يقولوا فلان مسخ كي ولاد اسبانيوليه على الواحد مش اسبانيول، اما على النوار وقتها معناها الغجر حاسين خلي يزيدوا اللي يحب. توا ما ثم مره كبيره نهار ما تعدي وشاده في يدها، شد في يدها عكاز وهي تمشي، تلفت لها واحد تقلع صغير في الحانه بروحه تدير لوحة، قال لها ميمتي بقداش القوس؟ قالت له تكبر يا كبدي وتاخذوا بلاش فلوس. تو يتعدى لك هذا، حاسينوا باش يرجعوا هذا تجبد هذا على غالب انا ذاك نرجع فهمتني. بالنسبه للمثال الدستور الجمهوريه الايطاليه، الفصل الاول يقول الا ايطاليا ديمقراطيه مبنيه على قيم العمل. فهمت؟ تلقاها في فرانتيكولو اونو، فهمت كيفاش؟ معناها احنا الحق من بورقيبه الحكام نتاعنا، وانت جاي ضعاف في الاقتصاد، والنخب نتاعنا ضعيفه في الاقتصاد، والمختصين في الاقتصاد السياسي قليل، واللي ابدعوا في الاقتصاد السياسي كما سي الهادي نويل الله يرحمه كان محاميا ونائب كبير الاقتصاد، وكان نقابيا وتسارع مع بلقيس بن قناوي الله يرحمهم الكل عام 37، وكان محامي وتشد مع بلقيبه في المادة، وكان عضد من العضاد الايمن تاع بلقيبه، لكن هو ابدع سواء في وزاره الماليه سواء خاصه في البنك المركزي سواء في الحكومه اللي تراسها من بعد 71 حتى العام حتى العام 80 تقريبا الله يرحمه ويلعنه اكثر رجل مصلح. وبالتالي الحق ثم ضعف. انا شخصيا كنت نرى كذلك نجيبوا المختصين الاقتصاديين السياسيين، مش اللي كل شهر يخرجونا كيما بوغيرا قال سكروا الحدود، هاي القلده باش جدري القلده، احنا جدري لعفوه والقلده هم موجودين معناها ما يخوفش جدري القلده في تونس، والا ناس ثم ناس عليه يخوفوا نهار كان في تونس، لا جيب رجال اقتصاد سياسي ومش كل شهر يندبوا هاي تونس ماهيش باش تخلص، هاي تونس ماهيش باش تبرك، ويبدا يضحك وفرحان وتونس تخلص وتونس ما بركتش. هما هذوما ينجموا يجيو الاشخاص ولا الخبراء ذوما اللي حكيت عليهم اذا كان باش يفتح هو، والبارح حتى العميد صدق بالعيد قال انه باش يتم استدعاء المختصين. اي تقييمي الشخصي، تقييمي لبعض الاشخاص ما ينطق كان باش يقول يا ناس راهو جهنم غدوه وراهو باش تخرج من الدار بشكل قصيد، فهمت؟ اما انا قلت أما جيب لي مسؤولين على الاقتصاد السياسي. اما ثم اشكال على مستوى الشكل، ثم اشكال خاصه في اللجنه القانونيه سفيان. تو في اللجنه القانونيه اذا كان احنا حبيت البارح في الانترفيو نتاع صادق بالعيد يسالوها على اذا كان معناه باش يتشبثوا العمداء بعدم القبول، شنو البلان بي؟ لا يعني؟ هو قال حاجه، هو قال احضر ازاز يعلن. ثانيا على ما يبدو هي 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 توليت عليهم تاع الاتحاد كي قال زمي طاهري يقول ولا اليوم هم باش يعملوا لقاء يقولوا بني حق حتى احنا مش قابلين، عندهم الحق. خاطر هو شنو بالنسبه لنا مثال، انا نجيك صحفي اجنبي مثال ولا هكا مهتم بالشان التونسي يقول لك خويا شبيك وشاركت شنو قبل؟ قول لا تاني شاركت هاو اسمه موجود، فهمت كيفاه؟ هو الناس كل توا تلعب مع بعضهم في لعبه غرام الافاعي، فهمتني؟ الكلها تلعب في لعبه غميضه، عرفتها شده كنا نلعبوا احنا صغار، تتخبى ولا طابية هندي بون احنا نتخباو في ولا كبير ولا حاجات كي هكا، الاخر يتخبى لك تحت الفرش، الاخر يتخبى لك في الدهليز، الاخر يطلع لك في السده ويترمى عليك. الناس كل توا تلعب في لعبه هكا، قيس سعيد وجماعته متخبين في السده والاخرين في الدهليز، واحنا هنا نتابعوا اللي نقز من الدهليز نقول واه هاو نقز، اللي نط من الدهليز، اللي نقز من السده هاو عمل، واللي مخبي في بيت الخزين. اي ومن بعد فهمتني؟ تي توا احنا الاشكاليه وانه الانسانيه تطرح على نفسها مشاكل، لا تطرح على نفسها مشاكل لا يمكن لها حلها. المشكله هي الحوار هذا بدا توا في بصعوبه كبرى، لكن
لكن من بعد شنو؟ من بعد شيء قال استفتاء. أنا بالنسبة لي أنا مع يصير استفتاء، لكن مش معناها لاني مش نمشي نقول نعم، نجم نقول لا. فهمتي؟ أولا هذا بناء على الدستور بطبيعة ونسخة بيان سور، خاطر باش يصير مشروع باش يصير يعني. يعني هو تو مثال سي محفوظ يقول وأن اللجنة نتاع دوغول ودوبلي قعدت 3 شهور، هي قعدت تقدم 3 شهور ما قعدت روش هذه 3 شهور، لأنه عملوا قانون دستوري في 8 جوان 1958 وقتها لوني كوتي رئيس جمهورية وعيطوا دوغول رئيس حكومة وقال لهم يلزمنا الدستور الجديد وعطيوني قانون دستوري، عطاوا قانون دستوري عملوا استفتاء عليه في سبتمبر. فهمت؟ أما حضروه في شهر ونص. بون الاخر يقول لك لا يلزم 3 شهور، سي زكرا ويقول لك ما نجموش نكتبوا الدستور في شهر، لانه اذا كان تقول لي في نكتبوا شهر راهو حاضر. سي دي زارجيمون فالابل معناها ماشي ضد. معقول معناها هي استقلاءات، لانه ما نعرفوش احنا. لانه الناس الكل كيما مونغلاك، تعرفوش مونغلاك الماجيسيان كان يلبس شابو هكا طويله ويبدا لابس كواندوات وفي يده عصا هكا كيما عندنا القصعاجي الله يرحمه. القصعاجي ولد حومتنا ولد دنق سيدي سفيان معناها. عفوف شيء في معناه نوايد سيدي سفيان هي نهج لندن تو سميها كان ساعات يخرج بالشابو نتاعو ارنب ساعات يخرج حمامه ساعات. فهمت؟ احنا كلهم يلعبوا هكا. سوى رئيس قيس سعيد جمعته لحد الان كيما مونديلاك. فهمتني؟ سيم سلابيم سيم سلابيم باسالونج دولتوش. فهمتني؟ صح. سوى جمع الاخرين كيف كيف. هو احنا الان شنو هو اللي ناقص؟ نقول لك بكل صراحه هو الطرف النادي معناها الطرف ما يكونش خارجي بيان سور التونسي تعرف اللي يبو جوي لابيزمون يقول يا جماعه تعرفش كيفاش توا احنا العرس في دارنا ونسيب على غالب تغشينا فيها ما على غالب صرفنا يلزمنا والا يقولوا طفله مش هي اللي شفناها طلعت واحده اخرى ما على غالب يلزمنا نعمل تعرفش كيفاش نكملوا الزازه نتاعنا بطريقه او باخرى ونحاولوا نصلحوا. فهمتني؟ وكان لزمنا عروسه نهبطوها في المطمور تقعد شهر ونسمنوها ونكبروها ونزينوها وكان لزمنا عروسه نعلموه وكل واحد يتنزل شوي ونحاولوا. احنا الحق عقليه الوسيط النزيه مش موجوده. الوحيد اللي حب يكون الوسيط النزيه وقال هذايا تو عنده 3 جمعات كانت تتذكر واحنا لمحنا لهذا مره هو سي مصطفى بن جعفر. سي مصطفى كلا المجتمع جهتين بيان سور خاطر توا انت كي تجي تقول يا جماعه راهو عيب اللي يعملوا فيه جماعته رئيس يهبطوا عليك جماعته يا اللي بيك يا اللي عليك من بعد تقول يا ولدي يا جماعه النهضه راهو حكايه فارغه انتهي دولكم استنفذتوا دول التاريخ يا اللي بيك يا اللي عليك. يعني احنا توا في الباسيونيل اكثر. امين محفوظ قال جمله قبيله مهمه وهي اللي يعتمدوها عاده جماعه القانون قال نحبوها تكون عموميه ومجرده ان بيرسونيل اي جينيرال سي فري لا تشخصا. بارح واحد من الاصدقاء قريت له وقت قلت له انت بيرسوني بعث لي وهو يقرا ياسر وقال لي صحيح سفيان وزاد اسرى الجارغون تاعي ذكرني في كلمه نقول له ادومينيم نسميك كشخص معناها. فهمتني؟ الاشكاليه القاعده القانونيه معناها لا ريغل دو دغوا يلزم تكون ان بيرسونيل جينيرال ابستريت معناها عموميه مجرده غير مشخصه. هذا من القاعده القانونيه ما تعملش قانون شخص. عملنا قانون باش نقولوا بالجيبه ليس بدل الحياه ما نجحش القانون تولي تحدد روحك في اطار معين يعني تحط روحك في اليوم ما. هل ثم امكانيه؟ هو حتى الاتحاد اش قال الاتحاد؟ الاتحاد قال في سيخته الحريره اقبل الحوار فوالا هو ديجا حاجة. السيد امين محفوظ يقول نجم ننقح القانون. ثاني حاجه اش قال الاتحاد؟ قال كذلك انا ما عطيتش موقفي من الاستفتاء الانتخابات في البيان نتاعها. بون ممكن كي انت تهبط عليه خاطر ثم جماعه قالوا البارحه كلام العيسى موجه للاتحاد توا اليوم يغلفوا لمقلوبهم اليوم يتلموا باش يجتمعوا في الحمامات ينجموا الناقبين يردوا. اما مش مشكل هذه سوق المزايدات. فهمتني؟ لانه احنا توا في عز نعملوا حوار هما كيفاش كانوا العرب قبل كان عندهم سوق زيزن وسوق عكاظ. سوق زيزن يبدلوا فيها التجاره وسوق عكاظ كل واحد يجي يقول إذا بلغ الفتاب ولا نسبيا تخلوا له البلاد ساجدين. فهمتني؟ والآخر يقول أنا الذي أظهر أعمى إلى أدبي وأسمع كلمتي من له سمم أنا هبي بصحني كيف أصبحني وبدأوا زيدوا على بعضهم. هذه قالت بعد في العصر عباسي بأنها إذا بلغ الفتاب لا الأخرى أنا الذي نظر أعمى قالها أما معناها قالها متنبي لهم بعد أما قبل يا اخي عمرو بن كلثوم كيفاش قتل عمرو بن هلد لانه قتلها اعطيني دبوزه ماء ما مش دبوزه جال اعطيني دبوزه ماء قالت واه لا قتلوا ومن بعد قال
إذا البلغ الفتام ولاني صبي صبوا معنا طفل صغير كل في الساحل يقول لك فرحة صبوا صبوا هو طفل صغير دخلوا له جبابيلة سجيدنا ولا كلفة نكلم من كان في المهدي صبيا يعني كي تولد يتسمى صبي في العربية دونك هذيك احنا اليوم عاملين عكاظ وكلها تولوا على بعضها وتزيد يلزم اليوم إنسان عنده عقل ويجي يقول يا جماعة احنا في دولة والدولة لو عندها عقل ويجي نحاولوا نقربوا ذات البين فار اكزومبل عام 2016 شنو اللي صار وهذا سوى ياسر العباد الحق ويلزم يذكروه لو للتاريخ 2016 شنو صار كان انقسام حاد جدا والانقسام كان في بارده وصل لأنه الرئيس المرزوقي خاف من السيناريو المصري وقال ثلاثة جنرالات اللي هما العجيمي والظلاسي والعكروت وقال بيجي قال سيمشي باش يعمل لي كما السيسي وهذوما ونحاهم وقال حتى عليهم السوحلية هما فيهم واحد نابلي والاخر معناها من القروان والاخر واحد بلك فيهم من سوس حاسين وصار متى وصارت مظاهرات مليونية كنت اتذكر مرتضى بن جعفر اللي هو كان ضمن منظومة الداء السلطوية شو عمل مرتضى بن جعفر وقتها تتذكر عمل حاجة مهمة ياسر علق عمل مجلس النواب الشعب برلمان معناها اللي كان موجود مش مجلس النواب الشعب ما هو بس تأسيس مجلس تأسيس علق أعماله وتعليق أعماله هذاك لعب دور مهم جدا فيش في أنه أفضى إلى الحوار الوطني بصيغته اللي عرفناها قبل بأربع منظمات الكبيرة اللي خذت جائزة نوبل وترأسها الاتحاد العام التونسي للشغل توا ما عندناش مصطفى بن جعفر وما عندناش حسين العباسي وما عندناش هذا مش نقول معناها يجب نجيب مصطفى بن جعفر يجب نجي وسيط نزيه لتقريب ذات البين هما كي رجل ومرأة يحبوا اللطف يطلقوا يجي القاضي يعطيهم مهله يقابلوا بعد شهر وشهر وشهر خاصه كي بدو صمت فين ومن بعد يعطيهم ما يسمى فتره التامل ويقول لك يا جماعه سايب عليك من ابغض الحل اللي عند الله تاريخ يا سيدي سويس معناها يقول لك انا نحب نراعي المسحه الفضل للاطفال مثال مثال ثم رؤيه انا نرى هذا هو اللي ناقش اليوم وبالتالي حوارين وباش يجي مشروع نتاع دستور ولو اذا كان مشروع الدستور مثال شاركوا فيه هالمعملين مثال والناس قالوا قبلنا مثال شو هذه مشكلة الناس اللي بعد الدستور هو هذا يطرح اليوم الضمانات اليوم المطلوبة للاستفتاء والبارحة طرحت الحكاية سفيان مع خروج المرسوم تاع الاستفتاء ودعوة الناخبين كان قبل الجدل قايم حول تسجيل الناخبين الجدد وغيره اليوم مع تحديد التاريخ بطبيعة وخاصة تحديد التوقيت البارح ثم شكون يقول لك ربما في التوقيت للعشرة مصباح حتىش للعشرة متاع الليل في صعوبات باش تكون في مكاتب الاقتراع صعوبات بطبيعة أمنية ولوجستية أو هذايا ربما ما نعرفش إذا كان معناها شكون اللي قالها؟ البارح قالها الخبير الدولي قالها رفيق حلواني رفيق ايه حلواني رفيق نعرفه هو صديق قوي وكان مترأس جمعية مراقبون هذا هذا جانب وجانب الآخر زاد كيف كيف في على أقل تأخر زاد رئاسة الجمهورية في التفاعل مع هيئة الانتخابات فيما يتعلق اليوم بالطريقة تسجيل الناخبين البارح المنصري يقول تكلم فوالا وحكاية قال رئاسة الجمهورية ما تدفعش معاه هو تو هذه الهيئة كذلك مفروضة أنها تعمل أعمالها في وشفنا الصراعات فيما بينهم وشفنا كذا وسمي بن سلامة قال يا جماعة على زوز ملايين مش مسجلين ويجب نسجلوهم وعلى الأقل نسجلوا 500 أو 600 ألف جد أتلي المنصر يقول لك وهم مشاو قبل الرئيس وحكاوا معه يا أخي قال لهم هو تذكر في الهدرة القصيرة على وقت بيناتهم قالوا في طرف شفافية فهمتني هما طلبوا من الرئيس عملوا له مذكره قالوا تخرجنا من الاسواق العموميه ذيك المنظومه نتاع لي مارشي بوبليك وحاجات كيما هكا لانهم هما هيئه من هيئات الدوله وبالتالي خاضعين للمحاسبه العموميه الحق موجوده تليلي منصر يقول لك انا وكان الرئيس هو تليلي وانا نذكر تليلي عيط لنا سته ماما وعاونناه ياسر هو رئيس قال يا جماعه لو ما سجلناش نحبوا نمدوا في اجل التسجيل وخدمنا له باش نمدوا في اجل التسجيل في انتخابات 2018 يظهر لي بشكل كبير علاش خاطر مصلحتنا باش يكونوا مسجلين اكثر عدد ممكن من العباد الان عندنا 6,900,000 مسجلين مفروض يسجلوا 70,000 اذا كان يقعدوا هكا ينجموا يسجلوا 1,500,000 زوز ملايين 700,000 اذا كان يتخذوا اجراءات معينه الكور الانتخابي التونسي 9 ملايين في افضل الحالات شاركوا في الانتخابات 4 ملايين في الدور الثاني الرئاسي بتاع 2019 هو كان اكبر دور فيه مشاركه في تاريخ الثمانيه انتخابات عرفناها في تونس بعد الثوره اللي هو هذاك المساله نفهمها لكنها ماهيش تراجيكا سو بوان يعني كان يشاركوا 3 4 5 ملايين ديجا 6 ملايين 900 كان يشاركوا 5 ملايين الى حاجه كبيره ياسر اولا ثانيا كلام رفيق حلواني معقول جدا رفيق خاطر هو متراس جمعيه مراقبون ورفيق امتاز
بحاجات، انا صديقي ونعرفه مليح، وكان معنا في البلاتوات هنا، بلاتو هذا ثلاثه ولا اربعه مرات، ومره جينا عملنا دراسه على الصحه، ومرتين جبناه في منظومه الانتخابات. رفيق يعطيك الارقام اكثر حتى من معناها استطلاعات الرأي نتاع مراقبون افضل من استطلاعات الرأي نتاع مؤسسات استطلاعات الرأي، خاطر الافراد نتاعهم ايه. وين موجودين ولا في كلامه معقول اللي قالوا ياخذ بعين الاعتبار. لكن توا اليوم نهار جمعه بنقولوا البن في الشكوى يلزم نشربوه، مش حاجه اخرى، فهمت؟ كنا بادي لو 20 تيلي فور بوار هكا، البن في الشكوى نشربوه باش نعملوا هكا، ناخذوا ضمانات بيان سور. هو يقول لك لو عندنا الياف وعندنا ما تقعدوا ليا وعندنا كذا وعندنا ناس وذؤبان وتخدم بالفلوس وشفناها حاجات كهك، كلامه ياخذ بعين الاعتبار، وانا نرى وينجموا يستفيدوا من تجربته، خاصه انا رفيقي لو صديقي نهار نهارين نسلموا على بعضنا، نقول له وينك؟ يقول هاني في تشاد، وينك؟ هاني في كوالالمبور، وينك؟ معناه قاعد يخدم ويعمل في حاجات ويقعد لمده طويله، وهم مراقبون منظمه مهمه جدا. ويجب يا اخي هو توا سامي بسلام ما عمل المنظمه سنه 23/10 ولدي، وقبل تذكر كانت عندنا عتيد قبل ما يحب شو اسمه السلطه ويمشي البلديه، صديقنا كيف كيف رئيس بلديه معز بولاوي، مو شاد رئيس بلديه، ما كانت عتيد زادت تشتغل في شغل كبير مراقبه الانتخابات، فهمتني؟ يعني احنا نقولوا يجب ان يستانس برايهم ومهم. لو انا شخصيا تو باريكزومبل عندي ماريشال ساعات تجيني شعرها ويقف شبيك يقول لي شكريت، تقول له شكريت يا ديمقراطيه المثل، عاد شبيك خلي يختلفوا، شبيك مفجوعه من الاختلاف، مثال، فهمت؟ عندي اصدقاء يكلمني يقول لي انا منهار، يقول له عليه قولها سبع فلان شو قال، عاد شبيك قال هك، فهمتني؟ انا الحاجه الوحيده اللي قلت لها تسامح معها وقت الانسان يمشي يتمرج مع طرف خارجي، ان كان الجزائر، ليبيا، السعوديه، بابا يخرج من قبل يولي دوله اجنبيه يتمرج معها نجي ضده، فهمت؟ هذيك الحاجه الوحيده جو سوي انترونزيجون فيها وتو نحكي فيها كنت حب. اما بالنسبه للمسائل الاخرى خلي يختلفوا العباد. يا اخي تو سمع عباد يقولوا تونس ماهيش ديمقراطيه، ثم واحد فيهم يحل في فمه ولا يتحرك في الجوانب، يا هاي تونس يخرجوا تو الناس بالابواق يقولوا يا قيس يا مهبول هزوه لموريتانيا، يا قيس يا منوبه، يا قيس يا كذا، اي ها شنو ها موجود. مظاهرات اللي موجوده في تونس اليوم كل جمعه قد العالم العربي ككل، اش بينا خايفين من هذا؟ خلي ميساج. ما هو التوانسه يتسارعوا وسلع ديمقراطي وسلع اراء ويهبطوا للبلاتوات ويجيفوا في بعضهم، مالها بالمواقف وبالرؤى والرؤى المضاده. ثم عند البعض جنون العظمه، وثم عند البعض الاخر حب السلطه والرجوع للسلطه، وثم عند البعض الاخر يحب يدبر بلاصته مرموقه. يا اخي انا بالنسبه لي هذيك ظاهره صحيه، اجا نلقاو الان طرف نزيه كما قلت لك، كما يعملوا القضاة وقت تبدا عائله باش تتمزق وعندهم اطفال لتقريب ذات البين مراعاه المصلحه السلطه. شكون اللي باش يبحث عليه الطرف النزيه هذا؟ والله موجودين، تحب نعطيك اسماء موجودين في تونس، ثم ناس ينجموا يلعبوا الدور هذا، على شو قعدوا احنا توا؟ لا شكون اللي باش يدعوهم؟ يدعوهم الرئيس معناها السلطه ولا المعارضه ولا هو يقترح روحه؟ تو انت كان تجيك اللجنه تقول لك يا فتحيه بربي نحب نسمعك في الاعلام شنو قولك، نحبوا نعملوا فصول، تقول له لا ماكش تمشي له ولا كان يعيط لك يقول لك عندك تجربه في الاعلام ولا انت معناها معروف في مجال الاعلام ولا عندك رؤيه ولا عندك كتابات ولا عندك معناها اكسبرتيز. يلزم هما كذلك يتفتحوا على ناس اخرين ويسمعوا، خاصه وهذه صيحه حتى للرئيس ورئيس الحكومه الرأي المخالف. اسمع الكلام اللي بكيك ما تسمعش الكلام اللي يعرف الرأي المخالف. نرجع في ساعتنا الثانية برايم تايم بنزيها في موجز، لا صفيه في موجز الثمانية، ومعافي آخر الأخبار الرياضية. رجعنا